قانون قيصر ما دون العقوبات، التوثيق والقضايا القانونية والعدالة في سوريا. باستثناء العقوبات، ماذا يوجد في قانون قيصر؟ قانون قيصر يفرض على الحكومة الأمريكية دعم العمل القضائي، التوثيق والعدالة في سوريا مستقبلا. يعني أي دولة، شركة، منظمة عم تشتغل على توثيق جرائم الحرب، جرائم التعذيب، جرائم التهجير اللي عم تصير بسوريا تقدر تحصل على مساعدة من الحكومة الأمريكية، كونه هذا مدرج وموجود تحت قانون قيصر. هذا الشيء بصب ببحر أنه لا يوجد سلام في سوريا بدون عدالة، وأنا باعتقادي هذا هو المبدأ للشعب السوري، ما في سلام بدون ما يكون فيه عدالة. العدالة في سوريا وتعقيداتها اليوم. محكمة الجنايات الدولية للأسف غير متاحة للقضية السورية بسبب أنه سوريا غير موقعة على الاتفاقية. بالإضافة لحل الآخر لذلك كان ممكن يكون أنه القضية السورية تروح على جرائم الحرب بسوريا، تروح على محكمة الجنايات الدولية الـ ICC من خلال مجلس الأمن، ولكن للأسف بمجلس الأمن عندنا روسيا اللي عم تطلع بفيتو وعم توقف أي قرار ضد النظام السوري. سوريا وإيران اللي عم يدعموا النظام السوري بشكل مستميت جدا، للأسف روسيا بشكل كبير عم تعمل فيتو وعم تضغط على القضية. فالاعتماد حاليا هو على المحاكم الوطنية الموجودة في كل دولة أوروبية. يعني حاليا في قضية ضد النظام السوري وأفراد محددين مسؤولين عن التعذيب، مثلا على سبيل المثال علي مملوك، في قضية بألمانيا وبلشت هي القضية الأكثر تطوراً، قضية بالسويد، في بإسبانيا، في بفرنسا، وفي بالنرويج. عم يشتغل على قضية بأمريكا وعم يشتغل على قضية ببريطانيا. القانون بيطلب من الإدارة الأمريكية زيادة دعم الإنسان، ومؤخراً تم الإعلان عن المبالغ يلي رح يتم استعمالها من دول مختلفة من بينها أمريكا والسويد لدعم الشعب السوري ومناطق الشمال السوري أيضاً. في شيء تاني مهم بالقانون، القانون بيطلب من الإدارة الأمريكية تزويد مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكل الحلول العسكرية وغير العسكرية الموجودة لإنهاء القتل في سوريا. هذا الشيء ما بيعني أن القانون رح يجبر أمريكا تدخل عسكريا على سوريا، ولكن رح يتم عرض كل الحلول لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بحال تم اختيار حل الحلول، ممكن يكون عسكري أو غير عسكري. وجود الحلول حتى يتم تصويت عليها والتفكير فيها أفضل من أنه ما يكون في حلول أبداً، أفضل من أنه يكونوا ساكتين كل الوقت وبس يطلعوا بإعلانات ويقولوا أنه نحن حزينين على الشعب السوري والقتل لازم يوقف، لأنه هذا الشيء ما بيكفي.